على السماء. ما خليها تطلع دخان براحتها. دلوقتي يا جماعه احنا عندنا سبرتاي ورحنا مليناها على عينها وفاكرين ان احنا بنظبطها، ظبطتنا البتاعه بتطلع نار من كل حته. عايزين نولع حته فحم هتولع لنا في البيت كله. نصيحه لكل اللي عنده سبرتاي، ما يزودش السبرتو، حط سبرتو على قدك. لا ما جبتكش. ايوه عشان كده غلط، السبرتايه تؤدي الى الهلاك. تخيلوا بقى ان احنا حطينا بالسبرتايه جاز. الناس نايمه ايه؟ ما هو التاني بيقول لك ينعديك ام الشارع وعمال يسب الدين. لا انا يعني انا صابر والله بالعافيه. وانت مالك يا عم الشارع؟ انا عارف. لا برضو يعني خلق مع اهل بيتك براحتك، مالكش علاقه بالشارع، الشارع ما عملكش حاجه. ما هو في الشارع برضو اللي بيعرفوا يقولوا. مش نافع معاها هوا ولا نفخ ولا اي ابن جنيه. احنا عايزين دلوقتي نقتلها بطاقة النفخ. نهار اسوح، ده احنا كده نعرف نسلق عليها فرخة. لا بس بتتفهاش خالص، احنا صدقنا ولعنا الفحمة. بس ما هي تحت دي هنقعد نديها في ميه زي ما نديها برضه. ايوه ادي في الزلوم. دي حلفه قريش وح. ادي جدو ببل ازاي؟ ما قلت نزلت ميه فيها طب ولا نعمل ايه؟ تصدق فكره؟ ودلوقتي يا جماعه احنا هنعمل اخر تجربه، نحط الازازه فيها. اوعى. ايه اللي حصل؟ وبرده البتاعه زي ما هي. اطفي بقى انت غلسه. وقدرنا يا جماعه نطفي الزلومه الثانيه. وقعنا الفحمه. رجع الفحمه تاني. ايه ده؟ التليفون دخل في النار والزلومه ادت تاني. الظاهر ان مفيش فايده. احنا هنسيبها ولعه كده. نجي لكم بقى السنه الجايه نقول لكم الجاز خلص ولا لسه. سلام.